السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نص رحمة ومحبة. نص رحمة ومحبة نص نثري، هو ليس شعرا لكنه من النثر. هذا النص من الوارد أن يأتي إجباريا في الامتحان أو في اختبار نصف العام الدراسي، لذلك كان من الضرورة بمكان أن نتناوله بشيء من الدقة والتفصيل والعناية والشرح. النص اللي أمامنا، الكاتب هو الكاتب الكبير قاسم أمين. إحنا كتبنا نبذة بسيطة عنه، يعني ممكن يأتي سؤال في الامتحان يقول لك من الكاتب أو ماذا تعرف عن كاتب النص، فالإجابة تكون بسيطة وسهلة وسلسة. فالكاتب هو قاسم أمين، الميلاد سنة 1863، والوظيفة قاضي وأديب. وأهم كتبه وأعماله، من أهم الكتب والأعمال له، هو تحرير المرأة أو كتاب تحرير المرأة، واشتهر بأنه زعيم الحركة النسائية. وفاته كانت سنة 1908. طيب، النص اللي أمامنا بيكلم أو بيكلمنا عن كيف نعامل النساء وما الواجب علينا في معاملة النساء. طبعا إذا أردنا أن نكون منصفين فالمرأة مخلوق ضعيف بحكم تكوينها الجسدي والنفسي أيضا، فهي ليست كالرجل. لذلك كان لابد لنا أن نتعامل مع النساء بشكل سليم وأن نعاملهن بطريقة حسنة. لماذا تحدث الكاتب عن المرأة ولماذا حاول أن ينصف المرأة؟ لماذا فعل كل ذلك؟ من القدم كانت المرأة مهدومة الجانب، مهدومة الحق، بمعنى أن المرأة قديما لم يكن لها الحق في الاستشارة، في الأخذ برأيها في أي شيء من الأشياء، حتى في أبسط الأشياء. كانت المرأة قديما ليس لها حق في الميراث، وكان ليس لها حق في أن تستشار في من تتزوج أو ترتبط به. فكانت المرأة في كل شيء من أشياء الحياة مهضومة الجانب، وكأنها كيان مهمل. ولذلك أراد الكاتب قاسم أمين أن يبرز لنا أن المرأة لها دور عظيم في المجتمع مثلها مثل الرجل تماما، لها ما له وعليها ما عليه. فالمرأة نصف المجتمع، لا يستقيم مجتمع من المجتمعات دون المرأة. لذلك كان لزاما أن تكون المرأة متعلمة وأن تكون كيان في المجتمع ينهض به مثل الرجل تماما. عني الإسلام بحق المرأة، بإعطائها كافة حقوقها كي تعامل معاملة آدمية. ولذلك نجد أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك نصا صريحا حينما قال: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، وذكر المرأة قبل اليتيم. هذا تمهيد بسيط لما يجب أن نعامل به المرأة. ونبدأ في عرض النص. الفكرة الرئيسة، الفكرة الأولى، تتحدث عن طبيعة العصر. فطبيعة العصر الذي نحن فيه ترفض الاستبداد. أولاً، الاستبداد هو الانفراد بالرأي، بمعنى أنني أقول رأياً لا يراجعني فيه أحد مهما كان. وهذا خطأ جسيم نرتكبه في حياتنا اليومية،
بصورة قد لا نكون منتبهين لها جيدا. فطبيعة عصرنا ترفض الاستبداد في معاملتنا للمرأة. طبيعة العصر بمفهوم أشمل ترفض الاستبداد، أي لابد أن نتشاور فيما بيننا. بالنسبة للمرأة فنحن أو فقديما كان الناس يستبدون في معاملتهم للمرأة، فلا حق لها على الإطلاق، لا يؤخذ برأيها أبدا. إذن فجاء هذا العصر لكي يوضح لنا أن المرأة لها حقوق ولها واجبات. فطبيعة عصرنا ترفض الاستبداد في معاملتنا للمرأة. والفكرة الثانية تتحدث عن أن الدين يدعونا إلى الرفق بالمرأة وحسن معاملتها واللطف في معاشرتها، لأن المرأة كما ذكرنا آنفا مخلوق ضعيف، لا بد له من حنان ورعاية واحتواء. وفي النهاية تتحدث الفكرة الأخيرة عن واجبنا نحو النساء، تتحدث عن واجبنا نحو النساء. كيف لنا أن نعاملهن؟ هل نعاملهن بالمعروف والمحبة والمودة أم بالكره والقسوة؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل أو بشيء من التفصيل من خلال الكتاب. يقول الكاتب: إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد. إذن منافرة، منافرة يعني كارهة وغير راضية. هي منافرة يعني غير راضية على الإطلاق، كارهة. لما إنسان يكون بيكره شيء من الأشياء فهو منافر، لا يود أن يذهب إليه أبداً. منافرة لماذا؟ أو منافرة لمن؟ بالاستبداد. أي أن هذا العصر الذي نحن فيه ونعيش فيه الآن يكره الاستبداد، يكره الانفراد بالرأي، معادية للاستعباد. الاستعباد أي أخذ الناس عبيداً، وانتهى زمن العبودية ومضى. فكيف لنا أن نحكم على المرأة بأنها كالعبد؟ نحن في القرن العشرين أو 21، كيف لنا أن نحكم على امرأة أنها مثل العبد؟ أما تباع وتشترى. إذن فالعصر الذي نحن فيه الآن يدعونا إلى عدم معاملة المرأة معاملة العبيد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. طبيعة العصر تميل إلى أن نسوق قوانا الإنسانية إلى هدف، هدف واحد وغاية واحدة. هذا الهدف هو الحرية، وأبسط شيء للمرأة أن تحصل على حريتها الآن. فهذا الطائف الرحماني، ما المقصود بالطائف الرحماني؟ الطائف الرحماني هو تعاليم الدين، التعاليم السمحة للدين الإسلامي القويم. فهذا الطائف الرحماني الذي وجاء من عند الله، الذي طاف على نفوس البشر، الإسلام دخل نفوسنا ودخل بيوتنا وعاش فيها. هذه شريعة تربينا عليها، كيف لنا ألا نوافقها الرأي؟ فيقول هذا الطائف الرحمني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، أي أن الإسلام نبه الغافلين أن لابد أن للمرأة حقوق تحصل عليها، فنبه منها ما كان غافلا، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن، أي أن للمرأة حظ ونصيب بل أنصبة لابد أن تحصل عليها. فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. من الواجب أن نمد للنساء يد المساعدة. كيف نمد إليهن هذا المساعدة؟ نأخذ بأيديهن، نعاملهن معاملة حسنة، نتواصل معهن. المرأة الآن
أصبحت متعلمة. المرأة الآن أصبحت معلمة، مهندسة، قاضية، وزيرة. المرأة سلكت كل المجالات أو كل مجالات الحياة. لمن يعود الفضل في ذلك؟ للإسلام. للإسلام قبل أي شيء. هذا الكاتب قاسم أمين يعبر عن هذه الفكرة تعبيراً منطقياً سليماً، له أسس وقواعد. فالدين الإسلامي هو الذي جاء لكي يعطي المرأة حقوقها تمام الإعطاء. فمن الواجب علينا أن نمد إليهن هذا المساعدة، ولا نتخلى عنهن، ولا نتركهن، ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. لماذا كانت المرأة مخلوقا ضعيفا؟ هي بطبيعة حالها كيان ضعيف، كيان ضعيف جسديا بحكم تكوينها الجسدي والنفسي أيضا. فهل نقسو على المرأة أكثر؟ هل نعاملها بقسوة؟ لا، لابد أن نعامل المرأة معاملة حسنة كي يستقيم المجتمع الذي نحن فيه، ونعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اتقوا الله. واتقوا الله يعني خافوا عقابه. التقوى الخوف من الله، الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، وضدها الفجور والعياذ بالله. الفجور، وحاشا لله أن نكون من الفجرة الذين يسيئون إلى الناس، وأولهم النساء. اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل. لا شيء أفضل في باب التقوى. إذا اعتبرنا أن التقوى بيت له باب، فلا شيء أفضل من أن نهذب عقولنا. والتهذيب هو الإصلاح في اللغة، وضدها الإفساد. فلا بد أن نصلح عقولنا، نصلح تفكيرنا. كيف نفكر في المرأة؟ المرأة مخلوق مثل الرجل، لا بد أن تنال حقها وتحصل عليه. لذلك فلا بد أن نعمل عقلنا ونصلح ما فيه من أخطاء ونهذبه. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس. كل نفس ناقصة ينقصها شيء ما، لا بد أن نكمل نفوسنا، لا بد أن نعرف ما الشيء الذي تحتاجه المرأة، أو ما الأشياء التي تحتاجها المرأة لكي تحصل عليها، ونكمل نفوسنا. طيب، وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات. أي لابد أن نعد أنفسنا إعداداً جيداً لكي نعرف ما الشيء الذي ينفعها، وما هي الرذائل. الرذائل هي الخصال السيئة، لابد أن نتجنب الخصال السيئة في معاملتنا للمرأة. لابد أن نقاوم وأن ندفع الرذائل، ونقاوم الشهوات، أي الرغبات الجامحة السيئة أثناء معاملتنا للنساء. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة. أي أن أفضل شيء إذا أردت أن تكون متقيا لله عز وجل أن تهذب عقلك وتكمل نفسك، وتعدها هذه النفس بالتعليم والتربية السليمة لكي تعرف الأشياء النافعة وتتجه إليها، وتتقي وتتجنب الرذائل والشهوات السيئة وتبتعد عنها. فعلينا، هذا الكاتب قاسم أمين يفرض علينا شيئا ما، فيقول: فعلينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن، هذه هي صلة رابطة. علينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن، أي بين الرجال والنساء، صلة مودة ورحمة، لا صلة كره وقسوة.
أي نجعل بيننا وبينهن مودة، تعاطف، رحمة، لين، رفق، لا صلة كره وقسوة وبغضاء. لماذا؟ هذا ما تفرضه علينا الإنسانية. الإنسانية تفرض علينا ذلك. أنت إنسان يا أخي، أنت لست حيوانا كي تعامل المرأة معاملة سيئة. المرأة هي الأم، المرأة هي الزوجة، المرأة هي الأخت، فكيف لنا أن نعامل نصف المجتمع معاملة سيئة بغيضة يقرأها الله سبحانه وتعالى ورسوله وتقرأها كل الشرائع؟ فعلينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية، وليست الإنسانية وحدها، بل وتطالبنا به الشريعة، الشريعة السماوية السمحة التي نزلت من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. تطالبنا الشريعة بأن نحسن معاملة المرأة، وقد ذكرت المرأة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف، وهذا يدل على أهميتها، وهذا يدل على أن الشريعة تطالبنا بذلك، بحسن معاملتها واللطف في معاشرتها حتى تكون. لماذا؟ لماذا؟ هو مع ذلك فريضة وطنية، أي أن الوطن يفرض علينا أن نحسن أيضا معاملة النساء كما طالبتنا الشريعة وكما فرضت علينا الإنسانية. هذا يجب علينا أداؤه، هذه فريضة وطنية يجب علينا أداؤها، أي أن نحسن معاملة النساء حتى تكون. لماذا نحسن معاملة النساء؟ حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. فلا مجتمع على وجه البسيطة يصح أن يكون مجتمعا صالحا بناء إلا بوجود امرأة، إلا بوجود امرأة تكوينها سليم، ربت تربية صحيحة. إذن فالمرأة كما قلنا من قبل نصف المجتمع، ولها ما للرجل وعليها ما عليه. نتناول الآن بالدراسة بعضا من مواطن الجمال. فيقول الكاتب: إن طبيعة العصر منافرة للاستبداد. هل بفكرة بسيطة يعني مواطن الجمال لابد أن نعمل فيها عقولنا قليلا؟ فهو يقول طبيعة العصر منافرة للاستبداد، أي كارهة. وهل طبيعة العصر إنسان؟ هل طبيعة العصر إنسان يكره ويحب؟ فالكاتب يصور طبيعة العصر في تعبير جميل، يصور طبيعة العصر بإنسانا يكره الظلم والانفراد بالرأي. إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد معادية للاستعباد. قبل أن ننتقل للموطن الآخر، فلابد أن نعي أن هذا الأسلوب هو أسلوب مؤكد بإن كما درستم من قبل معادية للاستعباد، فهو يصور طبيعة العصر الذي نعيش فيه بإنسانا يعادي الاستعباد، يعاديه كأنه عدو له. طيب، ومنافرة للاستبداد ومعادية للاستعباد، طبعا يا جماعة منافرة ومعادية بينهما ترادف يؤكد المعنى، يؤكد المعنى. طبعا منافرة للاستبداد معادية للاستعباد، هناك جرس موسيقي في الأذن يطرب له أو يطرب أو يطرب الأذن له. طيب، فهذا الطائف الرحماني، أي تعاليم الإسلام، فهذا الطائف الرحماني أي تعاليم الإسلام أو تعاليم الدين، فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر. الطائف الرحماني تعاليم الدين الإسلامي لا تطوف. الطائف الرحماني ليس إنسانا يتحرك هنا وهناك ويطوف، ولكنه تصوير. تخيل فيه الكاتب تعاليم الإسلام بأنها إنسان يطوف على نفوس البشر لكي ينبه الغافلين، ينبه الغافلين من الرجال أن للنساء نصيب وحظ لا بد أن يحصلن عليه. هذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا. أولا غافلا جاءت نكرة للتحقير، للتحقير من شأن الغافلين بحق النساء ونصيبهن. طيب، طبعا هناك تقديم وتأخير،
التقديم والتأخير ينال منه النساء نصيبهن. كان من الممكن أن يقول ينال النساء منه نصيبهن، ولكن تقديم الجار والمجرور منه على الفاعل النساء يفيد أو أفاد التوكيد والتخصيص، أي أكد وخصص الحكم للنساء فقط، أن لهم نصيب أو أن لهن نصيب. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، نبه وغافلا، بينهما ها تضاد، تضاد، التضاد بين نبه وغافلا يقوي المعنى ويبرز ويوضح. فنبه منها ما كان غافلا، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن. طب يا جماعة سؤال بسيط، هل النصيب شيء مادي، أو التصوير للطائف الرحماني بشيء مادي ينال منه النساء نصيبهن، هل الطائف الرحماني تعليم الإسلام شيء مادي مثل القلم؟ ده قلم أمسكه في يدي الآن، شيء مادي. هل تعليم الإسلام أو تعليم الدين شيء مادي يحصل أو تحصل النساء عليه؟ لا، ولكنه تصوير لتعاليم الإسلام بشيء مادي للنساء حظ ونصيب فيه. طيب بعد كده فنبه منه ما كان غافلا، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن. فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة. المساعدة ليست يد، المساعدة ليست يد تمد، ليست يدا تمد، ولكن الكاتب اختار هذا التعبير بدقة بالغة لكي يخبرنا أن المساعدة يصورها بشيء يمد إلى النساء لكي يساعد النساء في أخذ حقوقهن. لابد أن ينال منه النساء نصيبهن، فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين. لاحظوا معايا حاجة، اتقوا الله يعني خافوا عقابه. الضعيفين هما المرأة واليتيم. ذكر الضعيفين، اتقوا الله في الضعيفين، عرفنا أن هناك ضعيفين، ولكن لم نعرف من هما الضعيفان، ففصل بعد أن أجمل. فالضعيفين إجمال، والمرأة واليتيم تفصيل بعد إجمال. اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، فالمرأة واليتيم تفصيل بعد إجمال للضعيفين. ولا شيء أدخل في باب التقوى، صور الكاتب التقوى بأنه مكان وله باب، بسيطة، من تهذيب العقل. وتهذيب العقل هناك تصوير، لأنه صور العقل بآلة تحتاج إلى إصلاح، التهذيب هو الإصلاح، فصور العقل بآلة تحتاج إلى إصلاح. وتكميل النفس، صور النفس بأنها مثل الكوب الفارغ أو الذي ملئ للمنتصف مثلا، فاحتاج إلى إيه؟ إلى إكمال أو تكملة. وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية. هل النفس طفل يربى ويعد ويجهز لكي يكون نافعا في المستقبل؟ لا، ولكنه صور النفس بأنها طفل أو إنسان يحتاج إلى الإعداد والتربية السليمة لكي يعرف النافع أي المفيد وضدها الضار، ويدفع عنه الرذائل. ومدافعة الرذائل، مدافعة الرذائل، كأن الرذيلة، كأن الرذيلة وهي الخصال السيئة عدو يدفعه الإنسان عن نفسه، أدفعه عن نفسي أرده. ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، أي أن الشهوات عدو يأتي إلي يريد بي الضرر أو إلحاق الأذى،
فأرده عن نفسي وأقاومه وأظل مقاوم فيه. ومقاومة الشهوات أي الرغبات السيئة، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة. طيب، المعاشرة هي المخالطة والمعايشة، المخالطة والمعايشة، والمضاد المفارقة. فلا بد أن نتلطف في معاملة النساء. بين المعاملة والمعاشرة جرس موسيقي في الأذن تطرب له الأذن. فعلينا هنا الكاتب يفرض علينا شيئا ما، وجوب وإلزام، فعلينا أن نجعل الصلة أو العلاقة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. وبين محبة ورحمة وكره وقسوة مقابلة، والمقابلة هي جملة عكس جملة أخرى. مقابلة، أما الكلمة عكس الكلمة تبقى تضاد. طيب، يبقى بين صلة محبة ورحمة لا صلة كره وقسوة مقابلة توضح المعنى وتقوي. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية، تصوير للإنسانية بإنسان يحكم علينا أو على الناس ويفرض علينا أشياء، كأنها حاكم يفرض علينا أشياء، يبقى بيفرض علينا أن نحسن معاملة النساء. وتطالبنا به الشريعة، وتصوير للشريعة بإنسان يطالبنا بحسن معاملة النساء أيضا، لأن الشريعة ليست إنسانا ولكنه تصوير خيال، وهو مع ذلك فريضة وطنية، وكأن الوطن إنسان يفرض علينا أيضا أن نحسن معاملة النساء حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. وكأن المجتمع إنسان وله أعضاء، هو نحن هذا الجسد، وهذا الجسد لا يستقيم إلا بحسن معاملة النساء. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا وموضوع درسنا اليوم رحمة ومحبة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.